تفضلي. يسلموا ايديك. ان شاء الله صحه وهنا اختي، طالعه كثير حلوه مثل كل مره. كلك ذوق عمران. يلا عمران يلا، بدنا نحكي بشغله. عمرك قلت لوحده انت حلوه مماتي؟ يعني بتذكر قلت هيك شي مره او مرتين بحياتي. طبعا رصاصه حلوه، عملت منيحه وقتلته، كانت ضربه ظريفه. النسوان بيحبوا يسمعوا هيك كلمات. طيب على علمك بحياتهم النسوان عملوا شي شغله لانه الرجال تبعهم بيحبها؟ انا بحياتي ما عملت شي ما بيحبه زوجي. الشهاده لله ما عملتي، لهيك مكانتك لساتها محفوظ عنا. نهاد عامل شي؟ لا، علاقتنا كويسة. سلوى عم يضل بالي مشغول عندها. يا ترى عندها شي مشكلة مع كنان؟ أحد علمي لا. معناتها ليش ما عم يتزوجوا؟ شو اللي مستنينه؟ ميماتي زلمة مفجوع، مين رح يقله تعا نعمل عرس؟ صحيح ماتت بنته، الله يرحمها ويطول بعمره، رح نعطيه بنت. أنا مو مشكلة العرس وما العرس، هالشغلة طولت كتير بلا ما تشط وتمط. خير صاير شي بيتعلق بسلوى أو بكنان؟ برأيي روحي احكي مع يشار، هالشغلة طولت كتير. أنت متضايق من شي؟ لو متضايق من شي شغلة كنت بقلك وحتى بحكي معهم. متضايق من هالخطبة لأنها طولت كتير. ماشي رح أحكي مع يشار. سلوى شو مناسبة هدول الوردات؟ ما بيصير أهديكي قلبي؟ من زمان ما هديتني وقلت لي هيك شي. معك حق حبيبتي، تشتتت بعد موتة أختي وضغطت عليك كتير، شو ما قلتي معك حق، بس أنا بحبك كتير، بحبك أكثر من كل شي. وأنا بحبك. جنان رح أتأخر عليك شوي، طلع عندي شغل. لما بيجي بحكي لك. عم راقب كنان ماشي؟ جاب لي ورد، كل ما بيجيب لي شي بيكون مخبي قصة وأنا حابة أتأكد. Thank you.
يلا الكل يوقفوا، الكل يقوموا، الكل ينقلعوا لبرا. يلا بسرعة لبرا. يلا 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 بسرعة 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 لبرا انقلعوا. وسخين أمرزية. هذا المحل مين صاحبه؟ ها امسي شو عم يصير اخي؟ شو في نجدات؟ على علمك عندي اخ حقير هيك. عساك خالي. جوهر وينه؟ ها جوهر بيك من شهر ما اجى لهون. جوهر بيك؟ طالما انه بيك ليش عم تدخل البيك على هيك زريبه؟ ها اخي اكيد صاير في سوء تفاهم. أخي شافك عم تتمدمد وعم تاخذ وش كتير، ليكون صدقت إني أخوك ولا أخوك. لك أمي ما ولدت غيري يا قليل الشرف والضمير. لك يا أخي الله يوفقك. أخي أخي ليش عم تقول لي أخي؟ إن شاء الله خلاص والله ما اجى جوهر بيك لهون. والله احس الجالي بيجي لعندك وبينفيت. ان شاء الله وين هو؟ حقير. احكي خلصني، وين هو قبل ما قتلك؟ وين جوهره؟ لك بتحب تشوف هاي بابك ولا بتحب تشوفه على رقبتك؟ ولك احكي لمين بعد جوهر؟ أخي لو بعرف ليش لحتى ما أقول لك، بعرف لو بيت يميني ما بعرف. شو أنت ما سمعتني؟ نجدت هالزلمة بيسمع. وينه جوهر؟ عم بسمعك ها؟ وينه؟ ما بعرف. شكله ما بيعرف. بتروح بتسألني لأشوف إذا حدا سمع عنه أو شافه. بتسأل بالمشافي والمخافر وبكل محل. يا إما جوهر ببين يا إما رح تحترق قلوب كتير. إتني. في شغلتين كنت أكتر شي حابب أعملهم بهالدنيا. واحدة هي إني حط حفيدي بحضني، والتانية إني شوف خلفة بنتي. أنا ولدت وتربيت وختيرت بهالوسط يا سيد يشار. استغفر الله، لهلأتك صبية كبرت ومشي الحال. بهذا الوسط عيب إنه الواحد يعمل عرس قبل ما ياخد بتاره، شغلة بتخجل وما حدا عم يطلب هالشي، لا أنا ولا بنتي ولا عائلتي. وحسب توقعي كينان كمان مو ملاحق هالشي.
أنا حالف يمين رأيي تشوف خلفة ابني وحتى شوف خلفة بنتي كمان. سلوى الله يسلم لي إياها ما حسستني بفقدان بنتي، بس تخلص هالشغلة رح منشوف خلفتن. بس مو مبين إمتى رح تقتل كاشف أغلو، يعني بالنتيجة هذا الزلمة خدم الدولة سنين طويلة ويمكن الدولة ما تسمح لك وتحطه بالسجن. بس يوقع بإيدنا عند اللزوم مستعد أدخل السجن وأخنه. مدام نسرين، إذا بدك منلاقي وحدة لنهاد ومنطالعه من النص. نهاد ما بيترك عمه ميماتي شو ما عملنا، ولا بيتزوج قبل ما يتزوج، يعني مثل 30 شباط. فوتي لشوف. غرفتك حلوة كتير. شكرا كتير. شو يعني عدلية؟ منين سمعتي هالاسم؟ الكل عم يقولوا انه هون اسمها عدلية. بيت ماما الدولة. بتضحك ماما الدولة. بتحبي اجيب لك عصير فواكه؟ تسلمي شكرا ما بدي. شو هي؟ جبة. يعني لبس؟ ايه مزبوط. وهي إليك؟ تلبسيها وانت عم تنتبهي على الولاد؟ احيانا. ليش ما لبستيها وانت معي؟ لانك بنت ذكية وعقل كتير، ما كان في لزوم. لبسي لي اياها هلا بعدين بلبسها. بدك يعني بلش عزك مشان تلبسيها يعني؟ معقول قديشك عنيدة؟ أصلاً أنت يلي عنيدة. يلا البسيها. هاي البستة. أوه ماي جاد، صرتي حلوة كتير. قالوا لي إنه ليلى جايبة مع بنوتة، ما صدقت. شو عم تعملي عرض أزياء؟ خالي بيلسان عندها جبة أحلى من هاي. وإنتي أي أولاد تنتبهي عليهم؟ أنا يا حلوة بنتبه على أولاد السيئين المشاغبين اللي بيعذبوا أهلهم. قديش إنتي محظوظة كتير. وأنا كمان هيك رأيي. ممكن ألعب باللابتوب تبعي؟ طبعا فيكي. أنا بفتحه. ماشي. القصة خلصت ومشي الحال وانتهت، وما بقى بتطلع بوشه لميم عين بعمري، وخلص بدي بلش حياة جديدة ورح ركز بشغلي على الأخير. بقوم بمسك بنته وبجيبها. وشو علاقة ميم عين بهذا الشيء؟ لا ما له علاقة أبدا. لو جايبة مرت أبوها معه، يعني حبيبتي قولتك ما كان كمل النقل بالزعرور. مين ميم عين؟ مين هي مرت الأب؟ شو يعني عدلية؟ اف شغلة ما بتعرفيها. مو شغلة ثلاثة. بناسبنا ما تحكي غير بهدول، نحن هاي الشغلات كلها بتفيدنا. صحيح الطريق لقلب الرجال بمر من ما